يشتغلوا في التطوع وما ليهيئوا هذا المشروع هذا بسهولة. وكان تفاوض مع وزير مكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني مع بعض التعديلات الطفيفة تبنى المشروع وخذ التزام على عاتقه أنه غادي يحولوا المسطرة ديال التشريع. بالتالي هو التطوع التعاقدي اللي حاول يعمل التعريفات يعمل مجموعة التزامات الجهة اللي كتستحمل المتطوعين والمتطوعات الجهة اللي كتطوع شنو الحقوق ديالهم شنو الواجبات ديالهم ونترقى أنه هو يخوض الترك ديالو في إطار المناقشة داخل البرلمان إذا أوفى السيد الوزير بالتزامه ووعده.